السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا بيكم. أنا عارف إن العيال قاعدين دلوقتي مستنيين القرود والنسانيس والضفادع والخفافيش. النهاردة بقى عايزين نتكلم في موضوع علمي، نركز مع بعض شوية ونتعب شوية. موضوعنا وسهرتنا الليلة دي عن عجائب الضوء. اللي عاش في الغابات الاستوائية ومشي بالليل في الغابة هيشوف حاجة عجيبة، يشوف حاجات بتنور قدام عينيه زي الإبر كده، ويشوف الأشجار مغطاة بالأنوار المتألقة اللي بتنور وتطفي لكنها أشجار عيد الميلاد تنور وتطفي، ويشوف على الأرض برضه نقط نور عمالة تتحرك. لما بيقرب يلاقي اللي على الشجر ده حشرات مضيئة، حشرات مضيئة بتنور وتطفي كنوع من الإشارات للإناث، والإناث بترد برضه بإشارات ضوئية. وعلى الأرض بيلاقي خنافس مضيئة، وفي البحر لو نزل هيلاقي أسماك مضيئة. إيه الحكاية وإيه اللي بيحصل؟ قعدوا يدرسوا وجدوا إن هذه الكائنات فيها حواصل من مواد حساسة. هذه المواد لما بينضاف إليها الأكسجين، لما يخش عليها الأكسجين يعمل هذا التألق الفسفوري. وبعدين ابتدوا يدرسوا ليه الأكسجين بيعمل كده، لقوا إن اللي بيحصل إن الأكسجين بيعمل إثارة للإلكترونات بتاع المعدة دي، فاللي يحصل إن الإلكترونات تخرج عن مدارها بقوة الدفع بتاع الإثارة، وبعد كده ترجع تاني لمدارها. لما بترجع بتدي الشحنة اللي خدتها على شكل نبضة ضوئية، والنبضة دي قوتها ونوعها هيتوقف على قوة الإثارة وقوة الدفعة اللي دفعتها لفوق. فممكن هذه النبضة تيجي نور أحمر أو أصفر أو أخضر أو أزرق حسب قوة الإثارة ومدى خروج الإلكترون عن مدار. اتضح بقى إن جميع الظواهر الضوئية جميعا على الإطلاق، على الإطلاق سرها إثارة الإلكترونات باختصار، مش بس حكاية الحشرات واللي بيحصل فيها. بمعنى إيه؟ بمعنى إن حتى ضوء الشمس بيجي بسبب إثارة الإلكترونات، المرة دي بقى الإثارة بالحرارة الشديدة اللي جوه الشمس. جوه الشمس حرارة فظيعة جدا بتزيد عن ملايين الدرجات، واللي بيحصل هذه الحرارة بتسير الإلكترونات وبالتالي تخرج عن مدارها وبعدين تنزل تاني فتدينا هذه النبضة. لكن بقى جوه الشمس بيحصل كل مستويات الإثارة وكل درجات الإثارة وجميع أنواع العناصر، فبالتالي بتكون النتيجة إن الضوء الناتج بيكون ضوء مخلط من جميع الألوان والأمواج. اللي إحنا لما بنشوفه بالمنشور الزجاجي يطلع ألوان الطيف السبعة. فالواقع إن هذا النور المختلط من عديد الأمواج، لأنه مختلط ومتعدد الأمواج وغير متجانس، فتكون النتيجة إنه من صفاته الانتشار يتبعتر. فأول ما يوصل الجو عندنا يتبعتر ويدينا النور المنتشر اللي إحنا عارفينه. واحد من علماء الأذكياء قوي قال لك الله، طب ما نحاول نقلد الحكاية دي في المعمل ونسير الإلكترونات. قدر في الواقع يقلد ويعمل صبغات زي الصبغات اللي موجودة في الحشرات المضيئة لما يضيف الأكسجين فيحصل تألق فوسفوري.
واحنا عارفين كلها الاعلانات الفوسفوريه اللي احنا ماشيين على الطريق والحاجات دي هي انواع من هذه الصبغات. واحد اذكى منه شويه قال لك الله، طب وهو يعني لازم اكسجين؟ طب ما نحاول نعمل اثاره للالكترونات بطرق اخرى، بالكهرباء، بالضوء الشديد، بالتفاعلات الكيماويه. وعمل تجربه على اول جهاز ليزر في العالم سنة 1960. الجهاز ده عبارة عن حتة من الياقوت الصناعي، حط قطعة الياقوت الصناعي دي جوه فلاش، ولما يولع الفلاش تكون النتيجة يحصل إثارة للإلكترونات بتاع مادة الياقوت، وبالتالي تخرج عن مدارها إلى آخره إلى آخره، وتدي هذه النبضات. لكن المرة دي بقى نبضات كلها من نوع واحد وموجة واحدة متجانسة، لأنها طلع كلها من ذرة واحدة ومن قوة إثارة واحدة. فكانت النتيجة إن الشعاع اللي طالع، النور اللي طالع، ما هوش زي نور الشمس منتشر وبيتبعتر، لا ده بيطلع زي القلم الرصاص كده، شعاع متماسك يسموه الضوء المتماسك، لأنه متجانس وكله من موجة واحدة. ده اللي سموه الليزر، ودي الفرقعة الكبيرة اللي حصلت في العالم، وما زالت لغاية دلوقتي الليزر بيغير حياتنا في على جميع المستويات. طبعا بعد هذه المحاولة جت محاولات كتيرة، وابتدوا يعملوا إثارة بمختلف الأساليب، يعني مش لازم فلاش بقى، قال لك مرة بالكهرباء، مرة زي ما قلنا بالتفاعلات الكمية، وطلعت أنواع كتيرة جدا من الليزر، والمسألة بقت لعبة من يعني كل العلماء بيشتغلوا فيها. شعاع الليزر زي ما قلنا بيطلع متماسك زي القلم، ممكن تنشنه كده على القمر يمشي من الأرض للقمر زي المسطرة، وفعلا هو بيستعملوه مسطرة يقيسوا بيه المسافات ويقيسوا بيه سرعة الضوء ويقيسوا بيه استقامة العمارات وينشنوا بيه. ده ابتدت الاستعمالات العسكرية، فبقى في بندقية ليزر ومسدس ليزر بينشن، عشان زي ما قلنا مستقيم كده زي القلم على طول منك الأوبجكت اللي انت عاوز تضربه. الحاجة التانية ان هذا الشعاع انا ممكن اعبي فيه طاقة، ما انا عملته بالاثاره الكهربيه، فانا ممكن اعبي فيه طاقه، بدل ما الاثاره تبقى على خفيف انا ممكن اعبي فيه لغايه مليون واط واكثر، والنتيجه تكون ايه بقى؟ مفاجاه فظيعه، ان هذا الشعاع ممكن يتركز لدرجه انه يخرق جدار الخرسانه ويخرق الصلب، وممكن يقطع في اللحم الحي زي المشرط، والنتيجة بقت له استعمالات عسكرية برضه فظيعة، وطلعت دبابات الليزر وأجهزة الليزر اللي تبقى موجودة في المكوك الفضائي وتنسف الأقمار الصناعية في الفضاء واحد ورا الثاني. أصبح الشعاع نفسه مدمر، مش مجرد بنشن بقى، لا ده هو كمان أشنع من الرصاص، أروح ضارب من بعيد وعلى بعد إيه آلاف آلاف بقى الأميال مش مهم، يروح مدمر، لأن أنا عبيت في الشعاع طاقة وصلت لمليون واط وأكثر، وفي نفس الوقت أنا ممكن أستعمله في الجراح، بدل المشرط أستعمل هذا الشعاع. ففي عمليات الكبد كانوا دايما يخافوا من النزيف، دلوقتي مش مهم، بيستعملوا مشرط ليزر يقطع ويكوي ويمنع النزيف في نفس الوقت. وفي نفس الوقت العملية اللي بتحصل سطحية جدا بحيث ما تأثرش على مادة الكبد نفسه، فده اللي هو بيسموه مشرط الليزر. وبعد كده ممكن أشيل الأورام، أورام السرطانية، أنا ممكن أنسف الورم السرطاني نفسه، ممكن أحرقه أدمره خالص بالشعاع ده، وممكن أوصل لأمكنة صعب كانت إيه الواحد يوصل لها الا بقى فتح بطنه وبتاع وعمليات وغلف زي دي، دلوقتي منظار يروح داخل المنظار وكده ويدخل الشعاع ويلاقي سرطان في الايه؟ في القولون، في المصران،
يروح نسفه بالليزر وخلص العملية كلها، عملية بالمنظار. مش بس كده، انا اقدر الشعاع ده اهو يخرق العين ويخش يداوي امراض في العين زي النزيف وزي الابصار الشبكية وزي الحاجات دي كلها من غير لا عمليات ولا حاجة. ممكن اعمل عمليات في الجلد، ازالة الوشم مثلا او علاج الوحم اللي بيبقى على الوش كده ومشوه الوش. وبعدين هذا الشعاع اللي انا عبيته لدرجة ان بقى قوته مليون واط اكتر، ممكن اسلط كام شعاع على مساحة فيها وقود ذري واعمل قنبلة ذرية مصغرة او شمس مصغرة في المعمل زي ما شفنا في حلقات قبل كده، فاصبح وسيلة للاندماج الذري. ممكن اخش بهذا الشعاع ومعايا كاميرا ليزر واصور اللي بيحصل جوه الجزيء. شغلانة عجيبة اوي. لكن اعجب حاجة ان في الليزر واستخداماته هي ثورة الاتصالات دي، حكاية خطيرة قوي. شعاع الليزر اتضح ان ممكن ادخله في ليفة زجاجية، ليفة زجاجية، وبالتالي يبقى كأنه كابل تليفوني. هيقول لي واحد طبيعي، اخي مش معنى وايه اللي عك بتاعك، طب ما انت عندك سلك التليفون وخلاص، لازم تجيب لي ليفه وتحط فيها شعاع. اقول له لا، ده فرق كبير قوي، ده السلك مش ممكن يشيل الا اشاره واحده في وقت واحد، مش ممكن يخش اشارتين جوه السلك من غير ما يتدخلوا. انما الليفه الزجاجيه فيها معجزه غريبه قوي، انا اقدر امشي في الليفه الزجاجيه دي 12 خط ليزر، لان كل ليزر منهم موجه مختلفه، واحد موجه زرقاء والتاني خضراء وحمراء وصفراء وبنفسجي، وكله بيشتغل وما يتداخلش مع بعضه، ما يحصلش تداخل. معنى كده ليفه زجاجيه برفع شعر الراس تشيل 12 خط. لا ده اكتر من كده، ده قالوا نظريا هذه الليفه الزجاجيه اللي سمكها سمك شعرة الراس ممكن تشيل 50,000 خط تليفوني. الله، دي حكاية غريبة أوي. دي نظرية، لكن عمليا لغاية دلوقتي قدروا يمشوا في الليفة الزجاجية 12 خط جوه حاجة زي شعرة الراس. طلعت صناعة جديدة رهيبة جدا اسمها الفايبر اندستري، فايبر جلاس اندستري، اللي بتصنع الالياف الزجاجيه دي، وفضلوا يحسنوا فيها لغايه ما بقت مستويات رهيبه، سر صنعه وازاي يعملوا الخلطه ودرجه الحراره الى اخره. وبعدين الليفه دي ما تتكسرش، انما بتبقى زي خيوط النايلون تتلف على بكر. وطلعت حاجه اسمها الكابلات اللي تحت الارض بالليزر، والكابلات البحريه بالليزر، وبين انجلترا وبين بلجيكا كابل بحري فيه 11,500 خط تليفوني تحت البحر ليزر. سمعنا دلوقتي عن كيبل تلفزيون اللي ناويين يجيبوه عندنا. يعني كيبل تلفزيون ده معناها ايه؟ هيدينا فرصه ان يبقى في 40 قناه في التلفزيون اللي قدامك وانت نايم على السرير مجضوع ومعاك الريموت كنترول، وممكن تنقي من القنوات دي، ممكن تنقي قناه تطلب من مطعم في باريس يجيب لك العشاء وانت نايم، فيجي العشاء. طبعا اذا كان عندك فلوس وعندك طياره تجيبه هناك فورا، اذا كنت مليونير يعني، تحصل تجيب من مطعم ماكسيم على طول، بعد ساعتين ثلاثه مسافه الطياره تجيبها لك من هناك، وايه يجي لك العشاء من باريس. تتصل بمكتب الفيديو في لندن في اي حته في العالم وتقول لهم دوروا لي الشريط الفلاني، يدوره لك على التلفزيون قدامك، وممكن تتفرج وممكن توقف الصورة وتتمزمز وممكن تبطئ الصورة وتسرع الصورة آخر مزاجك. 40 قناة. إيه الكيبل ده؟ هو الكلام اللي بنتكلم عنه، اللي هي ألياف زجاجية، الليفة الواحدة بسمك شعرة الراس وتشيل 12 خط. وهنا الإعجاز، و12 خط بيشتغلوا في نفس الوقت، والخطوط دي ضوئية، أضواء بس ماشية في الخط ده ولا تتدخل. طبعا دي معجزه اسمها معجزه الاتصالات، والكلام عنها يطول، خصوصا انهم قدروا يعملوا دلوقتي اجهزه ليزر حجم علبه كبريت، وبعدين جهاز ليزر اخيرا حجم ذره فلفل. جهاز ليزر كله حجمه ذره فلفل.
وبالتالي امكن دلوقتي صناعه اجهزه جاسوسيه بقى، مش عارف كاميرا وفيديو في الساعه اللي انت لابسها، وكاميرا في الدبوس الجرافطه، وجهاز ارسال مش عارف في زرار قميص، وحاجات بالشهادات عجيبه بالشكل ده. الاسلوب فرقعه تانية حصلت في ميدان الطباعه. زمان كنا الطباعه عن طريق جمع الرصاص وبتاع، ونقعد نرص وحاجات غلبه بالشكل ده، والعمال يجي لهم امراض ويقول لك لازم يشربوا لبن كل يوم عشان الرصاص بيمشي في الدم، الخ الخ الخ. دلوقتي ده كله كلام فاضي. دلوقتي الجمع في الصحف بالكمبيوتر، وبعدين الصفحة ترسل بالليزر، يعني يقول لك ايه تزاوج الالكترونيكس مع الفوتونيكس. الجماعة العلماء يقولوا لك كده حصل زواج بين الاثنين. الكمبيوتر يجمع الصفحة والليزر يبعتها بحالها على اللاسلكي، يبعتها لندن وباريس وروما، تطلع في نفس الوقت زي ما بنشوف في الجرايد بتاعتها. دي معجزه. الاسطوانات الليزر، زمان كان الاسطوانه لازم في ابره تقعد تمشي في المجرى بتاع الاسطوانه وتعمل الصوت، دلوقتي مفيش داعي الابره، بدل الابره شعاع الليزر، فتكون النتيجه ايه؟ الصوت نقي حلو. ده اللي بيسموه سي دي او كومباكت ديسك. اخر حاجه التصوير، قدروا يعملوا التصوير المجسم اللي هو اسمه الهولوجرافي، والف استعمال واستعمال، وكل يوم يجد تجد مفاجآت وحكايه غريبه قوي اسمها الليزر الضوء المبهر. ونشوف الفيلم اللي معانا ونشوف اعاجيب عالم الضوء والليزر ايه حكايته. دي الغابة الاستوائية، دي الغابة الاستوائية، واحنا شايفين النور اللي بيحصل، الاضواء دي كلها، الاضواء دي كلها عبارة عن حشرات بتنور. الضوء الكبير هو ضوء الذكر، والصغير ضوء الانثى، وبيحصل التخاطب مع بعضه. وبيحصل التخاطب مع بعض. اللي شايفين هذه الخنافس، الخنافس ودي أسماك المضيئة في البحر. العلماء قعدوا يقولوا إيه الإضاءة دي إزاي بتحصل؟ اكتشفوا إنها بتأثير الأكسجين على حوصلة مخصوصة من مادة حساسة. فقال لك طب ما نقلد الحاجات دي في المعمل، وفعلا قدروا يعملوا المادة الحساسة دي ويضيفوا لها الأكسجين، فتكون النتيجة التألق الفسفوري اللي احنا شايفينه. اللي بيحصل بالظبط ان الأكسجين بيعمل ايه؟ بيعمل إثارة للإلكترونات اللي هي بتلف حوالين النواة، فالإلكترون يخرج عن مداره. شوفوا هيخرج عن مداره ازاي لما تيجي الإثارة، هنشوف الحكاية. بتيجي الإثارة عن طريق الأكسجين أو كهرباء أو تفاعل كيماوي أو أي حاجة، أهي الإثارة أهي، هتكون النتيجة إن الإلكترون يخرج عن مداره ويطلع لفوق، وبعد كده بعد شوية بيرجع. لما بيرجع بيدي الشحنة اللي خدها على شكل اهو، على شكل ضوء الاصفر ده، ولون الضوء ونوعه بيتوقف على كميه الاثاره اللي بتحصل. والحكايه دي قلدناها في المعمل، وفعلا اهو الاكسجين، شوفوا بيحصل ايه اول ما نضيف الاكسجين، يحصل على طول الاضاءات اللي هي الفوسفوريه دي. الفكره الليزر هو ان احنا نقلد الكلام ده في المعمل، ليه ما نعملش اثاره صناعيه للالكترونات؟ إثارة صناعية للإلكترونات، وده هو الشيء اللي بيعمله صاحبنا. دي عبارة عن أنبوبة الليزر اللي بيحصل فيها إثارة عن طريق الكهرباء للغاز الموجود اللي هو ثاني أكسيد الكربون، وبعدين النتيجة يحصل نفس الشيء برضه، أهي الإلكترونات أهي نتيجة الإثارة الكهربائية لغازات ثاني أكسيد الكربون، الإلكترونات هيجرى لها إيه؟ هتطلع فوق اهي. اما تطلع فوق
ترجع بعد شوية، ترجع وتدينا الشحنة اللي خدتها على شكل ايه؟ ضوء احمر، على شكل ضوء احمر. الذرة اللي بعدها نتيجة الضوء الاحمر اللي جاي لها دي هيجي لها اثارة برضه، فتطلع هي كمان تخرج عن مدارها وتنزل تديني ضوء احمر، وبعدين الضوء ده هيعمل اثاره للي بعدها وكذا، فيبتدي يجيني تيار مستمر من الاضاءات الجديده دي كلها من نوع واحد، ضوء متجانس، وفي مرايه في الاخر ومرايه في الاول بيعكسهم النور اللي ماشي ده، في ايه يحصل تكثيف، تكثيف للشعاع لغايه ما يوصل لكثافه معينه، يروح طالع من الخرم على شكل ايه؟ نور زي القلم، او شعاع زي القلم اللي هو اسمه الليزر، شعاع متماسك لا ينتشر ويمشي بالسمك ده لغاية القمر زي ما احنا عاوزين، اي مكان زي المسطرة. شوفوا طالع ازاي، اهو ده ضوء الليزر، وميزته ان هو ما يفرش. ده المخترع اللي اخترع اول ليزر سنة 1960، وكان عبارة عن جهاز بسيط قوي، يعتمد على ايه؟ دي الياقوت الصناعي اللي عامله، وده الفلاش اللي هيحصل اهي، الياقوت الصناعي ده هنعمل له إثارة بالضوء. فشوف هيحطه فين بقى؟ هيحطه في قلب الفلاش، في قلب الفلاش ده، وينور الفلاش فيحصل إثارة لذرات او الكترونات الياقوت الاحمر، وتخرج عن مدارها الى اخره بقى الكلام اللي حكيناه. فلما تيجي ترجع بتدي شحنة، وده هيتكرر في كل الذرات، وفي مراية هنا ومراية هنا عشان تكثيف الضوء المتولد، كل شوية يتكثف، وبعدين في الآخر لما يبقى بالقوة الكافية هيطلع منين؟ من الخرم اللي على اليمين، على شكل قلم رصاص من الضوء، نبضة ليزرية. شوفوا راح طالع ازاي. ده كان أول جهاز ليزر سنة 1960، وكله من موجة واحدة ومتماسك، وليس من صفاته الانتشار، وبيبقى بالشكل ده. طبعا لحق الناس العلماء ابتدوا يستفيدوا من الحكاية دي، فقال لك ما بدل ما يستعمل إبرة على أسطوانة أستعمل الشعاع نفسه على الأسطوانة ويدينا صوت نقي. دي اللي اسمها كومباكت ديسك، أو أسطوانة الليزر، أو سي دي. اهي يعني هنشوفه بقى. شوفوا بدال الابره، بدال الابره فيه شعاع الليزر، شعاع الليزر بينزل في المطبات دي، بيديك بتبقى نتائج هايله. هنا صفحه الجرايد اللي كان زمان بالرصاص كل ده اتلغى، دلوقتي الجمع بالكمبيوتر والارسال هي اللي بتجمع دلوقتي، والارسال بالليزر، فبقت عملية نظيفة قوي. تخش في المطبعة في الصحف تلاقي صالة جميلة ما فيهاش لا شحم ولا رصاص ولا، دول كلهم قاعدين يشتغلوا على نظيف، جمع بالكمبيوتر، ارسال بالليزر، يطبع الصفحة في نفس الوقت في روما وباريس ولندن ونيويورك، لان الليزر بيبعت باللاسلكي. دخل الاستعلامات الحربية، الاستخدامات الحربية دخلت في الموضوع، فبقى عندنا استخدام الليزر في النشان. فشوف هنا الأول بيبعت ليزر على الدبابة دي فينعكس عليه، نبصش كويس، وبينشن على الدبابة، لما بتنعكس على بتدي إشارة للطيارة اللي فوق فتضرب نشان مظبوط. ده برضه اللي هو بندقية ليزر، ده بينشن على اوبجكت اللي هناك، ده بيبعت الايه؟ شعاع الليزر اللي زي المسطرة، فيروح هناك ينعكس. هنشوف الحكاية دي بالظبط، شوف بينعكس ازاي. الطيارة اللي ماشية او المدفع اللي موجود هيشوف الانعكاس ده وينشن ويضرب عليه على طول. حاجات آلية خالص كلها دلوقتي، جوه الطيارة في مرسلات ليزر ومستقبلات ليزر،
وبالتالي ممكن نبعت بقى القنبله اللي بيسموها القنبله التلفزيونيه دي، اللي هي لا تخطئ الهدف وتروح ومكتوب عليها العنوان، تنزل على دماغ الراجل اللي احنا بعتينها له. كلها بالحسابات. وعشان كده دلوقتي النشان في الحروب لا يخطئ والتدمير مؤكد بسبب استعمال الليزر في النشان وفي الحسابات. دي القنابل التلفزيونية دي جاية طالعة ومكتوب عليها العنوان بوسطجي، هيروح ما يغلطش أبدا في وبعدين الليزر نفسه كشعاع مدمر اهو، شوفوا عبيناه بقى، فضلنا نعبي فيه طاقة لغاية ما بقى مليون واط. فهذا الشعاع تصور ممكن يعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي الشعاع ده هيعمل ايه. هو بنفسه بقى، هو بنفسه مدفع بقى. شوف خرم الخشب، خشب سمكه قد ايه. وبعدين مش بس كده، ده هيخرم جدار خرسانة، قال جدار خرسانة اهو خرمه. مش بس كده، ده ممكن يقطع في الحديد الصلب، حاجة فظيعة. لأن هي طاقة، نعبي احنا بنعبي طاقة على كيفنا. شوفوا هنا اللي حاصل، بيقطع في الصلب. هنا الليزر بيفصل من الصلب ده فورمة، بنحط في ذاكرة الكمبيوتر الفورمة دي ونسيب الليزر يشتغل، فالليزر بيقص دلوقتي الصلب. شوفوا بيفصل الفورمة ازاي، اكنه قماش عادي بيقطع فيه. شيء رهيب، طاقة رهيبة، اعبي فيها زي ما انا عاوز. شوفوا فصل لنا الفورمة دي. العمال عشان يشتغلوا حاجة زي كده باليد ده ان شاء الله ياخد لهم شهر يعني. شوفوا عمل كل الحاجات دي في دقايق. وبعدين انواع اللحام، تكسية المواد بالسبائك والحاجات دي، تكسية المعادن بالسبائك، كل العمليات دي كانت بتاخد. ده روبوت بيلحم بالليزر في ثواني. هنا دبابة الليزر، الدبابة دي هتستعمل الشعاع نفسه بقى، تكثفه وتعبيه طاقة وتبعته تنسف بيه أي حاجة. ولو ممكن يحصل المكوك الفضائي يمشي في الفضاء ويدمر كل الأقمار الصناعية بشعاع ليزر هاي انرجي. شوفوا بقى الشعاع هيخرم الزجاج، خدوا بالكم بقى، دي الشعاع داخل ده مكعب زجاجي، والشعاع داخل بيخرم بيعمل نفق في الزجاج. دي الحرب بتاعت القرن ال21، هتكون كلها حروب ليزر. هنا استعمال الليزر في الجراحة، انه ممكن يبقى مشرط يقطع في اللحم الحي، في جراحة الكبد بالذات. شوفوا بيقطع ازاي، انت مش شايفه، لكن شوف بيقطع ويكوي ومفيش نزيف. كان زمان جراحة الكبد دي خطيرة جدا عشان النزيف، فهنا ما بيحصلش، انه بيقطع ويكوي ويشوي زي ابو شقرة كده على طول، يخلي طلع الدخان اهو، فتبص تلاقي ما يحصلش نزيف. في نفس الوقت بيعقم الحرارة الفظيعة دي، بيعقم الجرح، ودي ورم سرطاني ممكن يخلص عليه، ممكن يخلص عليه تماما. ده اسمه مشرط الليزر. وشوف هنا النسيج ما بيتأثرش منه إلا الطبقة السطحية بس، هنا الورم السرطاني بيخلص عليه.
يحوله لفحم وفي نفس الوقت يعقم، بيقطع ويكوي ويعقم. قلنا ان ممكن الجراح يوصل لاماكن صعبه زي جوه المصران مثلا عن طريق منظار، ممكن يخش جوه المصران اهو جوه المصران وبيشيل ورم سرطاني من جوه المصران من غير ما يفتح البطن ولا حاجه. حاجه غريبه. خلاص شاله، بقت فحم اهي، ينظف ويكوي ويعقم. خلاص ممكن ازاله الوشم، الوشم دي حاجات بلدي قوي، فممكن يقول لك انا عاوز اشيلها بقى، ابويا وامي عملوا لي الحكايه دي ما كنتش عارف، فيتشال مش مشكله، اتشال اهو. علاج الوحمه اللي بتيجي على الوش ساعات وتبقى مساحة حمراء كده مشوهة الوش، فبيستعملوا بالسيتنج ليزر عشان يضيعوا الوحمة دي. شوف نبضات اهي، شوفوا بيدخن ازاي. بيضت اهي المساحة، بيضت فضل الحتة اللي قدام دي، ادينها بينك في العين، عمليات العين كلها يخش شعاع الليزر في العين يعالج النزيف ويعالج. شوف النقطة اللي بتنزف اهي، ويعالج الاتصال الشبكي دي اهو، بيدي ليزر اهو، كل ما يلاقي حتة بتنزف يروح بيدي شعاع ليزر فيمتنع النزيف لانها بتتكوي اهي. العروق اهي، شايفين عروق الشبكيه، كل حته بتنزف تبقى قدامه، بيدي كام ضربه ليزر كل الحته اللي بينزل منها دم فتقفل ويتم العلاج من غير اي حاجه. خلاص انتهت العمليه. فالتصوير ثوره في التصوير، ان الليزر طريقة غريبة جدا بيقدر يوصل للصور المجسمة، تصوير المجسم. شوفوا دي التصوير بالليزر، البعد الثالث هنا واضح خالص. شوف الحنفية فيها قدام وورا وبتاع، فيها حكاية البعد الثالث ده، الطيارة، كل دي صور بالليزر. بيتعمل أفلام كبيرة قوي، النيجاتيف دي بارجة، شوفوا ده الفيلم النيجاتيف ده، ممكن يتدشدش ألف حتة وبعدين تمسك أي حتة منهم تلاقي الصورة كاملة فيه. حاجة غريبة قوي، أي حتة صغيرة من الفيلم بتدشدش ده تلاقي فيها الصورة كاملة. دي افلام بحجم كبير قوي بيعملوها دلوقتي في كامبريدج وفي اوكسفورد، طلبه بجمعيات، هي بتبقى جمعيات كده بيعملوا هذه الافلام هوايه، يعني دلوقتي بقت هوايه راقيه قوي حكايه التصوير المجسم في الهولوجرافي. شو تحس في قريب وفي بعيد، لان في بعد ثالث امكن تصويره. هنا هتشوف عدسة، العدسة دي في الصورة برضه بتكبر، هنشوف الحكاية دي. دي صورة مش عدسة، دي صورة عدسة، لكن صورة العدسة نفسها إذا بصيت فيها، بص كده هتلاقيها فعلا بتأدي الوظيفة بتاع العدسة وهي التكبير، أهي بتكبر أهي، مع إن ده كله صور، إنما صور إدتنا البعد الثالث أو إدتنا التجسيم دي اللي هي بيقولوا عليها هولوجرافي. في روسيا حسينا الحكايه دي بقى، يقدروا يطبعوا دلوقتي الفيلم ده ويظهروا التجسيم من غير استعمال ليزر. هتلاقيه في المحلات صور ليزر
هي بذاتها مجسمة، مجسمة خلاص. إنما الأول كان لازم تظهرها بالليزر. دلوقتي عملوا طريقة مظهر وطريقة طبع مخصوصة في روسيا. وبعدين طلعت الكابلات بقى، دي ثورة الاتصالات الرهيبة اللي حصلت للكابلات الأرضية، اللي هي عبارة عن ألياف زجاجية بيمشي فيها الليزر وبتعمل توصيل توصيل المكالمات التليفونية والحاجات دي. شوفوا الكابل ماشي ازاي تحت الأرض، زي ما قلنا كل ليفة بتشيل 12 خط، بيجربوها. صوت نقي جدا. ده الكابل البحري بين انجلترا وبلجيكا شايل 11500 خط. شيء غريب، شيء غريب صحيح. وايه كل ده؟ شعر زجاجي، الياف زي الشعرة، في كل ليفة ماشي فيها 12 خط. الاشارات لا تتداخل. هنشوف هنا الكابل ده ايه حكايته. لا مش ده يا سيدي، اهو ده. ايوه اهو ده، ورينا بقى. ايوه اهو ده، بص اهو الاشارات طالعه. الضوء ماشي جوه، الضوء ماشي بالكابل في الاف الخيوط الزجاجيه او الالياف. حاجه غريبه اوي. بدل أسلاك بقى فيه ضوء. الضوء بيمشي زي ما بيمشي النور في سلسول مية، أهو مية ماشية أهي. بنلاحظ إن الضوء ماشي فيها إزاي؟ هي نفس الفكرة، إن إحنا نعبي ال شعاع الليزر جوه الليفة الزجاجية، هي نفس الفكرة. ودي الليفة الزجاجية أهي، والشعاع الليزر ماشي فيها. واحنا قلنا انه فضلوا يحسنوا في هذه الالياف لدرجه ان ادت الى نوع من التوصيل الدقيق الجميل، بحيث يبقى الليفه الواحده ماشي فيها 12 خط، ونظريا يقال في يوم من الايام هيبقى 50,000 خط جوه ليفه واحده، كل خط موجه معينه. شوفوا الالياف، هي دي الالياف الزجاجيه، الواحد منها ارفع من شعره الراس. بيتعمل من السيليكا النقية جدا، والصناعة دلوقتي صناعة مفترسة بتكسب مليارات ولها أسرار خلطة سرية ودرجة حرارة مظبوطة عشان نوصل لصناعة هذه الألياف، لأن هي مش مجرد ليفة، ده ليفة زجاجية متجانسة وبعدين رفيعة جدا وبعدين ما تتكسرش، بالعكس تنحني ومرنة زي كأنها خيط. شوف شكله ايه، شوف خيط ازاي، شوف بيشد فيه ازاي، ما بيتكسرش. وبعدين ايه ده، بيتلف على بكر، وهو ازاز، هو ازاز، حاجة غريبة. وبعدين بقوا يعملوا دلوقتي تكسير، حاجة غريبة. اختبارات اهي مختلفة. زي السلوك بالظبط، عمالين يلفوها. شيء غريب. شوفوا الليزر ده، جهاز ليزر قد علبة كبريت. أصغر من علبة كبريت. وبعدين جهاز ليزر قد حبة فلفل. حبة فلفل. غريبة دي، ازاي هنكبره بالميكروسكوب ونتفرج عليه؟ اهو هنا ادي اهو الجهاز، هنمشي فيه كهرباء. عبارة هو عبارة عن بلورة، هنمشي في البلورة دي كهرباء، هنلاقي انها ابتدت تعمل نبضات اهي. شوف ازاي لما مشي فيها الكهرباء فابتدت تعمل النبضات اهي، ده احنا شايفينه بالميكروسكوب. هو اصلا الجهاز ده عبارة عن حاجة قد حبة الفلفل.
وبالتالي ما دام الجهاز الليزر بقى بالشكل ده خلاص، ده احنا ممكن نعمل كاميرا فيديو قد دبوس الجرافات. شوفوا حاجات بقت كلها وصلت لأحجام، والنتيجة إنها دلوقتي بقينا نقدر نعمل سنترال بحجم الجيب ونوصل لدرجات من الأداء والنقي في التليفونات أداء ما حصلش. العالم بيجري. كل دي كابلات ماشية من لندن وباريس وجنيف وتحت البحر، تروح نيويورك وتروح بلجيكا، كله كله مفيش عقبة دلوقتي خلاص. حاجة غريبة. وفي النهاية بصوا للكابل اللي بيعمل ده كله، شوف الكابل النور ماشي فيه ازاي، شيء غريب. آخر حاجة إنهم يعبوا طاقة هائلة في أنابيب الليزر ويطلعوا الشعاع ده من عدة 24 ليزر، بينشنوا كلهم على مساحة صغيرة فيها وقود ذري. شوفوا كل الليزرات دي بتصب في النقطة اللي في الوسط، وبالتالي بترفع درجة الحرارة ل 100 مليون درجة، يعني أعلى من باطن الشمس، وبتفجر الوقود الذري اللي هي بلورات قليلة، وبذلك تولد شمس مصغرة في المعمل. ودي من التجارب العجيبة اللي بيعملوها دلوقتي. شيء غريب. والمفاجآت مستمرة، الحكاية ما توقفتش. آخر اختراع كانت معجزة اسمها بي اس او، يعني بزمس سيليكون اوكسايد. البلورة دي من صفاتها انها ممكن تحتفظ بذاكرة صورة تخش فيها، فتحتفظ بذاكرة الصورة دي على طول. ومش بس كده، ده عندها طاقة لأنها تحتفظ بكم من المعلومات قد 150 فلوبي ديسك. يعني عارف دي معناها ايه؟ يعني مراجع كل مرجع كألف صفحة كده. البلورة تشيل المعلومات دي جواها ازاي؟ شغلانة. مفاجأة تانية، بلورة تانية اسمها زنك سيلينايد. البلورة دي ممكن تعمل كسويتش يوصل ويفصل التيار، يعني انها ممكن بقى تشتغل كبريك او فرملة، يعني ان ممكن دلوقتي نعمل نظام اوتوميشن كله بالضوء، ما دام وجدنا طريقة نفرمل ونوقف ونفصل ونوصل برضو عن طريق الضوء. وازاي الحكايه دي بتحصل؟ ان هذه البلوره لما تزيد قوه الشعاع عن درجه معينه تفصل، لما تقل عن درجه معينه يوصل، فاصبحنا بالشعاع نفسه قوه وضعفا نقدر نقفل ونوصل الدايره، وبالتالي ممكن نعمل نظام اوتوميشن كله بالضوء. شيء غريب. النتيجه ان العلم نفسه تحول دلوقتي الى اسرار وماسونيه، أسرار تحرسها المخابرات. دكتوراهات دلوقتي بتناقش في الجامعة وعلى الباب واقف بودي جارد بالمسدسات، لأن الدكتوراه دي بتتعمل لحساب شركة معينة ولازم الشركة تحرس الأسرار بتاعتها. في دلوقتي جرائم من نوع جديد اسمها سرقة الأسرار العلمية، جرائم بتشنها الشركات على الشركات والحكومات على الحكومات، انواع جديده من خطف الاسرار من جامعه لجامعه ومن شركه لشركه ومن دوله لدوله. ايه ده؟ كل ده طلع من شعاع ضوء، كل ده في الضوء، يطلع من الضوء كل ده، ايه الحكايه؟ مين كان يصدق ان النور ممكن يخرق الصلب ويقطع في اللحم الحي وينقل الصوت والصورة تحت المية وفوق الأرض وتحت الأرض لآلاف الأميال، وإن هذا النور
وإن هذا النور ممكن ينسف الذرة، وإن هذا النور ممكن يشيل 50,000 خط تليفوني في أليفة بسمك شعرة الرأس، وإن هذا النور ممكن يخترق العين ويداوي ويعالج أمراض ممكن تؤدي إلى العمى. إيه ده؟ ده كله الضوء ممكن يعمل كده؟ إيه ده؟ ده شيء غريب. لكن الضوء ده بقى ده مستودع أسرار. وبعدين ده احنا لسه فين؟ ده احنا في الألف، احنا لسه في حرف الألف، وزي ما قلت لكم كل يوم مفاجأة والعلم عمال يجري، والأسبوع الواحد بتحصل فيه حوادث كل حادثة منهم هتغير العالم. أيوة، لكن كل ده من النور. يبقى مش عجيب بقى إن ربنا سبحانه وتعالى قرن اسمه في القرآن بالنور، وقال سبحانه جل من قائل: الله نور السماوات والأرض. شيء غريب، ربنا قرن اسمه بالنور. احنا عرفنا دلوقتي تفسير الحكايه دي، لان النور ده حكايه كبيره قوي، ده حكايه فظيعه، ده مستودع اسرار وعمال ده يا دوبك دلوقتي توارب الباب، ولسه هنخش نشوف ونكتشف حاجات عجيبه. واعتقد ان النور سيظل نبع اسرار فياض الى يوم القيامه، والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم.